ولكنه سمي بمسجد الجن لأن للقصة التي روتها كتب التاريخ، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي افتقده الصحابة. الله أكبر الله أكبر. هذا هو مسجد الجن، أو يسمى أيضا بمسجد الحرس، لأنه في عهد الدولة الأموية كان رئيس الحرس الذي يسأل مسؤول عن أمن حفظ الأمن المدينة، كان يدور مكة ثم يجد أن كل الفرق الحرس يجتمعون في نهاية المطاف عند هذا المسجد، ويوزع مرة أخرى على نواحي مختلفة من المسجد من المدينة مدينة مكة المكرمة. ولكنه سمي بمسجد الجن لأن للقصة التي روتها كتب التاريخ، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي افتقدوه الصحابة، فبدأوا يبحثون عنه في كل ناحية من نواحي مكة المكرمة، حتى إذا جاءوا إلى هذه الناحية وجدوا عليه الصلاة والسلام مقبلا من جهة المعلاة، فعندما رأوه قالوا يا رسول الله لقد يعني فزعنا نبحث عنك في كل مكان. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت مع إخوانكم من الجن أفقههم في أمور دينهم. ومنذ تلك اللحظة سمي هذا المسجد بمسجد الجن. وقد مر هذا المسجد بمراحل كثيرة من التعمير، حتى أنه في القرون المتأخرة السابع والثامن إلى يمكن الحادي عشر كان مهملا، حتى بدأوا الناس من حب هؤلاء الناس للمواقع الأثرية التي ترتبط بالسيرة النبوية، زرعوا في محل هذه المسجد أشجارا وورودا، وسميت المنطقة كما يسميها أهل مكة الجنينة، يعني الحديقة، حتى جاء في عهد الملك فهد عليه رحمة الله فأمر ببناء هذا المسجد بالطراز المعماري الحديث.